للمزيد ده ينضم إلينا هاتفيا الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار. مرحبا بك يا دكتور باسل. المشاهدين. إذا هي جلسة فاصلة ومهمة، تأتي حصاد ونتاج ل11 اجتماعا على مدار 6 أيام، طبعا أكثر من 60 ساعة أو 70 ساعة من الاجتماعات المتواصلة، حضرها أكثر من 29 وزير، وتمت خلالها مناقشة كل وزارة أو برنامج كل وزارة على حدة. ما هو انطباعك دكتور باسل على هذا المشهد التفاعلي بين البرلمان والحكومة؟ يعني بالتأكيد أنا بأكد على كلام حضرتك، ويعني والنهارده إحنا أمام يوم دستوري بامتياز. تطبيق الدستور في مسألة تقديم برنامج للحكومة ومناقشته في اللجنة زي ما حضرتك أشرتي، وبعد كده الجلسة العامة، رفعه للجلسة العامة، وبعدين الموافقة عليه في الجلسة العامة. المناقشات المستفيضة أعتقد إنها الأولى من نوعها اللي بنشوفها على الهواء، انه البرلمان بيركز بالشكل ده، واللجنه اللي بتناقش البرنامج بتستضيف كل مجموعه وزاريه على حده، بتناقش كل التفاصيل، دايما بتضغط على حته الاتجاه في البرنامج لتحقيق طلبات الناس واحلام وامال الناس زي ما اشار خطاب التكليف للسيد رئيس الجمهوريه. كان ده كمان بدايه تطبيق المجموعات الوزاريه اللي اقرها مجلس الوزراء، يعني على الطبيعه كان ده البدايه. احنا عارفين ان بقى عندنا 6 مجموعات وزاريه بتقوم بالشغل دلوقتي، فاستضاف البرلمان ال6 مجموعات، ناقشهم بالتفاصيل زي ما حضرتك ذكرتي، اكثر من 70 ساعه واجتماعات مفصله، برنامج 300 صفحه. انا بشوف ان احنا يعني امام يوم سياسي ودستوري بامتياز، وان ده اضافه للحياه السياسيه، ومبشر ويدعو للامل والتفاؤل ان بقى عندنا برنامج ما يناقش بهذه الدقه وبهذه الحرفيه وبهذه الاستفاضه. الخطوات الدستوريه والتقاليد الدستوريه البرلمانيه النهارده الحقيقه تقاليد يعني اي سياسي يقف قدامها وهو فخور انه البلد فيها اداء بهذا الشكل المنتظم والمحترم. فيعني النهارده الحقيقه احنا بناكد احنا كتيار سياسي بعد ما شفنا كل هذه المناقشات وشاهدنا ده وجبنا البرنامج حتى ال 300 صفحه اللي كان واضح وكان فيه شفافيه انه كان مطروح على الراي العام، يعني بدليل انه وصل لنا، فبناكد ثقتنا مع البرلمان في هذه الحكومه، وبنتمنى ليها ان شاء الله يعني اداء طيب وجيد يختلف عن كل الحكومات السابقه، وكلنا امل مع كل المصريين ان احنا نتجاوز التحديات ونصل لأملنا في حياة مريحة تناسب الشعب المصري. دكتور باسل، يعني يمكن دكتور مصطفى مدبولي في أثناء إلقاء بيان الحكومة أمام البرلمان يعني قال إن هذا البرنامج مبني على معطيين، وهو رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطني. إلى أي مدى كان هذا هما، وإلى أي مدى يعني أدى هذا إلى هذا المشهد الذي نراه حاليا، وإلى أي مدى لمسته دكتور باسل في برنامج الحكومة الجديدة؟ الحقيقة أنا متفق جدا مع ما قاله السيد رئيس الوزراء، لأن كل المخرجات بتاعة الحوار الوطني اللي تتعدى 180 مخرجة راح لرئيس الوزراء، وتم مناقشة هذه المخرجات مع رؤساء المحاور في الحوار الوطني لتضمينها داخل البرنامج، لأن كل هذه المخرجات في جزء كبير منها جدا محتاج تشريعات، في جزء محتاج قرارات لائحية وقرارات وزارية، فبناء البرنامج عليها ده الحقيقه بناء سياسي محترم احنا بنحترمه، بيناسب مرحله الحوار الوطني، انه الشعب والتيارات السياسيه بقت هي كمان قادره تشارك وتقول اللي عندها، وده يتم تضمينه في برنامج مجلس الوزراء والحكومه. فانا الحقيقه دي خطوه باكد عليها ولمسها، انه البرنامج فعلا يحتوي جزء كبير جدا من مخرجات الحوار الوطني، ده اداء طيب جدا بنشكر عليه السيد رئيس مجلس الوزراء. وربما تدرك يعني هذه الحكومة أهمية مشاركة التيارات السياسية ومشاركة الأحزاب فيما بينها في المشهد السياسي، طبعا يعني الدليل على ذلك هو استحداث وزارة للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. يعني صحيح طبعا، أنا دايما بقول إنه الحوار الوطني أنتج مخرجات وأنتج وزارة وأنتج وزيرا، وده يعني الحقيقه انتاج طيب جدا للحوار الوطني في سنته الاولى. وواضح جدا ان وزاره التواصل السياسي وتولي السيد المستشار محمود فوزي هذه الوزاره الشؤون النيابيه والتواصل السياسي في تقليد جديد وفي وزاره مستحدثه وفي تخصص
مستحدث مهم صحيح. جدا كنا بندور عليه كتير في كتلة الحوار، كنا بنطالب بوزارة للتنمية السياسية والتواصل السياسي. أنا بشوف إن مصر على الطريق بداية من الحوار الوطني، ولما نمد الخط على استقامته فهذه المخرجات موجودة على مكتب رئيس الوزراء، صحيح يعمل بينها برنامج يبقى في حكومة أو وزارة مستحدثة ليها علاقة بالتواصل السياسي والتنمية السياسية. أنا نعم أعتقد إن مصر فعلا على الطريق لتنمية سياسية مختلفة صحيح. ومستقبل سياسي مختلف، بيأكد على كلام السيد رئيس الجمهورية أنا لما قال بشكرك. أنا عايز أعمل إصلاح سياسي تأخر كثيرا في رمضان قبل الماضي، وإحنا شايفين الحقيقة إن كل الخطوات صحيح بكل بتبروز تأكيد. توجه الدولة بكل المصرية تأكيد وبتأكد عليها وبتأكد على دكتور مصداقيتها. باسل، أنا بشكرك شكرا جزيلا. دكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار.